من الجزيرة العربية انطلقت مواكب السفراء، كانوا في طليعة صفوة الدعاء، بل هم صفوة الصفوة. هذه رسالة الأنبياء، رسالة العظماء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف على الصحابة من عداوة قريش. من النجاشي حاكم الحبشة إلى قسرى ملك الفرس، ومن هرقل قيصر الروم إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، طرقوا أبواب قادة وملوك العالم. الذين كتبوا في أدب الرسائل بعد ذلك أكدوا على حسن اختيار الرسول. كانوا أجل من الملوك جلالة وأعز سلطانا وأفخم مظهرا، فهم سفراء فوق العالم. سفراء النبي مع رامي محمد يوميا الرابعة والربع عصرا في رمضان على قناة مصر الأولى.